ولذا لما سأل الأخنس بن شريق أبا سفيان وكان على الكفر كلاهما، لأن الأخنس بعد ذلك أسلم، لكن قبل إسلام الأخنس جاء لأبي جهل وقال له يا أبا الحكم، كان لقبه أبا الحكم والنبي غيره إلى أبي الجهل، قال له يا أبا الحكم أمحمد صادق أو كاذب؟ قال والله إن محمد لصادق، والله ما كذب محمد قط. هذه شهادة من؟ فرعون هذه الأمة، أبو جهل يشهد بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك إذن وصفهم للنبي بالأمانة وصف مطابق للواقع، مطابق للحقيقة، فكان أكثرهم أمانة صلوات ربي وسلامه عليه.